بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، لازلنا نتواصل معاكم ونحن دائما نتواصل مع هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق الرائع والمميز. شوطنا بنقول الثامن، الشوط الثامن خصص للجعدان. نتمنى ان شاء الله التوفيق، نتمنى الناموس لجميع الاخوة المشاركين والحاضرين في هذا الانطلاق. غياث لمطر بن علي بن يمعة بن سبت السويدي على المركز الاول. النقلة هناك مياس ليمعة بن حمد بن صقع الخفري، ثالث المراكز من يأتي في هذه اللحظات الشارد لمحمد بن علي بن علوان، ما شاء الله مع الشارد. المركز الرابع هناك وبران لعبد الله بن علي بن حميدان، وفي المركز الخامس مع بن قضيب ما شاء الله هناك عبيد بن محمد بن قضيب العليلي من يقدم الطياري. يا سلام يا الغنامي، يتغنم الغنامي على الناموس، متنغنم على الناموس الغنامي. يلا يا ضي دبي، ابغى النقطة الثانية. جماهيرك يطالبونك بالنقطة الثانية، محبينك يطالبونك بالنقطة الثانية يا الغنامي، يعني بدون أي توامر. أنا أقول خلى لأصحاب المواقيف، أذخره مذخور 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 ما شاء الله لأصحاب المواقيف. يا سلام يا الغنامي، سلامي عليك يا مطر يا بن علي يا بن يمعة الغنامي على هذا الأداء اللي تقدمه هجنك في هذا الصباح الملفت، هذا الصباح الجميل، هذا الصباح المميز. المركز الثاني مياس يمعة بن حمد الصقع، ولكن خلني عند هذا اللي مبدع حقيقة بدون أي توامر. العصف الأبطان محتاجينها في المواقف الصعبة يا الغنامي. تهانينا لك يا أبو غيث على هذا الأداء المميز والرائع. تهانينا. المركز الثاني مياس ليمعة بن حمد الصقع، المركز الثالث الشارد محمد بن علي بن علوان، المركز الرابع حبيت محمد بن قضيب العليلي. دقيقتين التوقيت الزمني 19 ثانية و52 جزء الثاني. تهانينا والناموس.